منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي حقق الفوز على إسبانيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية وينتظر ثاني مجموعة الرابعة. نادي طلائع الجيش فاز على نادي الداخلية بهدف دون رد في المباراة اللي جمعته امبارح على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري ممتاز، وبكده ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش لنقطة 39 في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري ممتاز، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 19 في المركز الأخير. مجلس إدارة نادي زد أف سي أعلن تجديد تعاقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لمدة 3 سنوات قادمة، وده بعد النتائج الإيجابية اللي حققها في بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي. الملاكم عبد الرحمن عرابي ودع أولمبياد باريس 2024 في وزن 80 كيلو جرام في الملاكمة، وده بعد الخسارة من ملاكم أذربيجان. منتخب سيدات سلاح سيف المبارزة خسر أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 39-26 في دور ربع نهائي منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024. عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف نجح في التأهل لمنافسات نصف نهائي فاينل في أولمبياد باريس 2024 سي ودي، وده بعد إنهاء سباق القارب الفردي في المركز السادس بزمن قدره 7 دقائق و18 ثانية. عبد الرحمن عبد الغني لاعب منتخب الجودو ودع أولمبياد باريس بعد الخسارة في منافسات دور ال 64 بدورة الألعاب الأولمبية اللي بتقام بباريس وبتستمر حتى 11 أغسطس، وخسر عبد الرحمن بنتيجة 1-0 أمام الفرنسي ليودع الأولمبياد. منتخب مصر للكرة الطائرة خسر أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-0 في ثاني مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 اللي بتقام في الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس. نادي الجزيرة الإماراتي أعلن تعاقده مع النجم المصري محمد النني في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي الحالي، ده بعد نهاية عقده مع ناديه السابق أرسنال. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنا ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.